السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة كات كام وليد منصور. النهاردة إن شاء الله هنبدأ تاني حلقة من حلقات إكسو كات بالمصري مع وليد منصور. إحنا الحلقة اللي فاتت اشتغلنا سينجلز كراون، النهاردة إن شاء الله هنكمل برضو بقية السينجلز كراون، بس هنختص النهاردة الإمبلانت والفينيرز والإنلي، بحيث إن إحنا نبقى خلصنا كل الشرح على السينجلز كراون. تمام، خلونا نبدأ مع بعض نشوف ايه اللي احنا هنقدر نشتغله النهاردة. النهاردة المحاضرة التانية، معانا كراون لور 7 امبلانت، انا مش موصل الاكسكاد على السكانر عشان كده ببتدي احط الملفات مانيوال. اول حاجه خلونا نراجع هنا اسم الدكتور او العياده، لو متسجل عندي ببتدي اختاره، لو مش متسجل بدوس على البن شكل القلم وببتدي اكتب اسم الدكتور. لو في اي ديتيلز تاني محتاج ان انا اضيفها بضيفها. تاني حاجة اسم البيشنت او رقم الاوردر ايا يكن. اكسبت. تالت حاجة اسم التكنيشن الفني، لو متسجل معايا اوكي، مش متسجل هبتدي اضيفه. دوس اكسبت برضو كده. الاسامي دي اتضافت معايا خلاص، يعني الدكتور ده لو انا هشتغل له حالة تاني غير دي، المرة الجاية بدوس بس على شكل السهم دوت بيظهر معايا بختار اسم الدكتور. برضو الفن نفس الموضوع، اللي بسجله جديد كل مرة هو رقم الاوردر او اسم البيشنت. هنا نوتس لو في اي حاجة محتاج ان انا اكتبها بالنسبة للحالة. تمام، هنا خلونا نبدأ كراون رقم 7 فول اناتومي زيركون. هنا بيديني القايمة لو انا محتاج اعمل كاستم ابوتمنت او محتاج اعمل سكرو روتين. دي لو الامبلانت هيكون مخروم، المكان السكرو مكان المسمار. تمام، هنشتغل ان شاء الله النهاردة حالة فيها سكرو روتين. خلونا نشتغل أول حاجة حالة عادية خالص، سيمنتد تبقى مقفولة. هنا لو كاست واحد هشتغل عليه سواء أبر أو لور هختار 1 ستون موديل، لو كاستين هختار 2 ستون موديل. دوس سيف يفتح معايا فولدر للحالة. فتح فولدر للحالة، احط الملفات فيها. دوس ديزاين. ابتدي امشي مع متطلبات السوفت وير. لور جو، لود جو سكان، حط اللور، دبل كليك شمال، بعد كده ابر جو، لود انتاجونيست الابر، زي ما تعودنا ان احنا هندوس اكسبيرت الاول، ندخل على الاكسبيرت مود بحيث ان احنا يطلع معانا السيتنج ده بكليك يمين على السكرين على الشاشة بره، يطلع معانا السيتنج ايديت مش. هنبتدي نعمل تريم للمناطق اللي احنا مش محتاجينها.
لو انا علمت غلط وعايز ارجع ممكن ادوس نون، ابتدي يمسح الاختيار اللي انا عملته selected. لو انا محتاج مثلا عملت select غلط ومحتاج ارجع بدوس كليك يمين على الشاشة بيلغي اللاين البوينتس اللي انا حطيتها، دبل كليك بيقفل المنطقة اللي هي بتتلون بالأصفر هي اللي بتتمسح، ديليت يبتدي يمسح. زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان حرف ال S بيخفي الكاست اللي عليه الشغل او بيظهره. حرف ال A بيظهر الانتاجونست او بيخفيها، ال S بيخفي الكاست، ال A بيخفي الانتاجونست. هنا لو وقفنا على اي حاجة موجودة على السكرين دوسنا شيفت وسكرول بنص الماوس وضغطنا عليها هيبتدي يقلل من الشفافية بتاعتها ل 50% تقريبا. نفس الضغطة برضو بالشيفت، خلينا دايسين شيفت وندوس سكرول بنص الماوس بيظهرها. هنا هندوس اوكي خلاص. نشوف لو محتاجين نظبط اي حاجة بالكاست. طبعا الكلام ده كله يفضل ان هو يكون قبل التصوير، محاولش نلعب كتير بالموديل غير لو انت عارف انت بتعمل ايه في الموديل. نظبط الفيو بتاعنا، دوس نكس، نبدأ نرسم المارجن عادي زي الكراون الابطمنت. تمام، ممكن نرسم المارجن على الحدود اللي احنا محددينها او على الشولدر حسب ما الدكتور مقرر. لو عايز الكراون على الشولدر بنفضل على الشولدر، لو متاح معانا ننزل بعد الشولدر اوكي عشان نخفي الميتال. في طريقتين او ثلاث طرق لشغل الامبلنت. اول حاجة الطريقة العادية، يوز نيكس، ابتدي اظبط الجاب سيكنس والبوردر، نيكس، نشوف الانسيرشن المفروض قبل الجاب سيكنس. مادام خطوط المارجن معايا واضحة كلها خلاص انا مقلقش من الحالة. الأندر كات دوت كده كده السوفت وير بيبتدي يقفله اوتوماتيك. ممكن احتاج ان انا اوسع شوية للسيمنت جاب، خليه 40 مثلا.
اختار مكتبة سموث شوية بحيث ان هي تبقى مقربة، مفيش اناتومي بالاسنان المجاورة. هنضغط شيفت وكليك شمال ونحرك الماوس، هيبتدي يصغر لي حجم الكراون كله. كنترول وشيفت وكليك شمال بأي اتجاه بقى، سواء الباكل ميزيال يبتدي يصغره كده أو الديستال ديستال الباكل لينجوال والديستال والميزيال. في حاجة ممكن نشوفها مع بعض النهاردة، قائمة جديدة هي قائمة الـ Add Custom View، Add View للـ Cost. تمام، أول View ممكن ناخده إن إحنا نعتبر إن الـ Patient Face to Face عشان نظبط الـ Smile بتاعه. تمام، بعمل هنا Add View، يبتدي هو ياخد لي فيو وبيديله رقم اوتوماتيك. تمام، ناخد فيو للاكلوزال. دوس اد برضو، هاد رقم 2. ناخد فيو لللينجوال. فايدة الفيو اللي احنا بنعمله ده ان انا لو الكاست بشتغل في اي اتجاه وعايز ارجع للفيو اللي انا هحدد عليه الاناتومي بتاع الحالة، بدوس على الفيو اللي انا اخترته يبتدي يعمله في نفس الوضع اللي انا ضفته عليه. طبعا في حاجات احنا ناخد بالنا واحنا بنعمل الكراون بنرصه. تمام، هنا المارجن ريدج نحاول نخليه في نفس مستوى الكراون اللي جنبه. لو عندنا اتنين لاين يعني مارجن ريدج مارجن ريدج هنا او ريدج مارجن، بنحاول نخليه لو في لاين هنا عالي والتاني واطي بنبتدي نظبط ده على ده وده التاني على المجاور اللي جنبه. تمام، واحنا بنحط الكراون في مكانه بنبتدي نبص على زوايا معينة او خطوط معينة، هو يكون نفس مستوى الكسبات ماشية مع بعض، الاناتومي ماشي مع بعض، الكسبات الامامية الكونتاكت يكون مستقيم. دي الحاجات اللي احنا تبتدي تشوفها بحيث ان احنا نرص الكراون صح. تمام، هدوس نيكس. وطبعا مش هحاول يعني ايه اهتم بالديزاين قوي، يعني هحاول ان انا اركز في الشرح اكتر من ان انا اطلع الديزاين حلو. يعني هنا لو دوست كلوزال اونلي هيبتدي يحرك اي بارت انا بختاره، بارتوس توس بارتس للشكل من الكلوزال عمودي، يعني مش بيتحرك يمين وشمال. بحاول اقلل منطقة التاتش على قد ما اقدر بحيث ان انا لما اعمل الكات ما تبقاش تعمل كات كتير للاناتومي.
اعمل سموس خفيف، كبر البروش وقلل القوة بتاعتها. اتفقنا ان قوة البروش بتتحدد بكنترول، والسكرول بنص الماوس بنحركه لقدام ورا، كبر البروش ويصغرها معايا. القوة اسف، الشيفت بيكبر حجم البروش، حجم الفرش. كنترول بيظبط القوة. نعمل ادوبت كلوزل. حرف ال A بيخفي ال antagonist زي ما قلنا. شوف المستوى بتاع الكسبوت. طبعا احنا في الغالب بنرتبط بالمقابل يعني. بس برضو عينينا تكون على الأطوال، يكون المفروض نفس المستوى مثلا. نحاول نوطي القزم ده شوية نبقى متماشي. طبعا انا بغير استخدامات البروش حسب احتياجاتي يعني. تمام، ده شكل من اشكال الامبلانت. وفي حاجة تانية ممكن نعملها، ان احنا نبتدي طبعا هنا مفيش لسة، فنبتدي نحاول ان احنا نرسم الامبلانت عادي خالص كأنه كراون كامل. ننزل تحت بنعدي حدود المارجن وبنرسم الرسمة اللي احنا محتاجينها، بس أهم حاجة يبقى أضبط شوية على اللسة الجنجيفا. في ناس بتبتدي تعمل ريموف للستون قبل التصوير اصلا، بحيث ان هو يبقى ضاغط ما يعبيش اكل من تحت او يعمل بكتيريا. هنا ده الكونتاكت. تمام، احنا الكونتاكت ممكن نعمله بالماينس. هنا كراون كونتاكت وان سايد ممكن نخليه مثلا ماينس 4 مثلا او 5. هنا من الابروكس شال طبعا من تحت برضو. نبتدي نشيك على الكراون ونعم كل حاجة. هنا الكونتاكت المفروض يكون اريا مستوية. هنحاول نعم قبل وبعدي على قدر الإمكان يعني.
طبعا الحاجات دي بالفينش بتبقى اسهل يعني من ال بوينت واحد التاتش. ممكن نحرك القاز بتاع نقفل المنطقة دي شوية بس ما نقفلهاش اكبر من مستوى الكونتاكت. تمام ده شكل الكراون سيمنتد مقفول. طبعا بنغير اللون حسب ما احنا يعني الأريح، يعني كل واحد بيشتغل على اللون اللي هو بيحس ان هو مستريح وشايل فيه تفاصيل الكراون اكتر. يعني حجم الامبلانت ما بيبقاش كبير، يعني بيبقى مصغر شوية لان الامبلانت محتاج حجم اصغر بحيث ان احنا نحافظ على العمر الافتراضي للامبلانت اكتر. ندوس نيكس. خلاص كده الكراون بيكون جاهز معانا بدل لونه بقى اخضر. ندوس نيكس تاني. خلاص الكراون اتسيف. تمام نحن نشتغل مع بعض نفس الحالة لكن بطريقة تانية. نحاول نركز مع بعض لان الطريقة دي هي الطريقة المتبعة في شغل الامبلانت بالذات في الحالات الفول ارش وكده. هنعمل نيو، نختار بقى مثلا اسم الدكتور، اسم الفني، رقم الحالة مثلا 3. هنا هندوس رقم 7. ممكن نخليها فول اناتوميك. اوكي نحط الهيلسي سيف. هنا تعتبر اكنها حالة جديدة، يعني احنا خلاص غيرنا في الديتيلز بتاع الفني ورقم الحالة فبقت حالة جديدة خالص. يعني سيف ديزاين. نفس الموضوع اللور بعدين الأبر. والترين دوت بيفرق في الشغل، يعني بيخلي السوفت وير أسرع، ميبقاش الملف كبير منسق ومهندل. ثانيا بيفرق معانا لو احنا هنستخدم الكاست للبرنت، لو احنا هنعمل برنت كاست فنحاول ان احنا نشيل كل الزيادات. قدر الامكان يعني هو انا اسف لو الحلقة اللي فاتت الصوت ما كانش واضح قوي، انا بصراحة مش بروفيشنال في موضوع التصوير دوت، بس انا جبت مايك جديد يعني ان شاء الله صوته يكون احسن.
لا الطريقة التانية يعني خلونا نشتغل بطريقة المارجن وبعد كده نشرح الطريقة بتاعت الاس بونتك. هي نفس الحالة برضو، خلونا نشتغلها بالتلات طرق. هنا احنا ممكن نرسم المارجن لان احنا شفنا احنا عملنا الكراون لبره، فانا ممكن اصلا ارسم حدود المارجن لبره. بتخيل رسمة الفينيش لاين بتاع الكراون. طبعا كل الكلام ده بالرجوع للدكتور الأول. يعني تمام هندوس نيكست، هيبتدي هو ايه يعمل لي حدود المارجن اللي بره. يعني بص على الانسيرشن اول حاجة، تمام فيو اوكي. طبعا احنا شرحنا الكوبي والميرور. اللي محتاج يفهم الكوبي والميرور ممكن يرجع للحلقة الأولانية. الأبعاد بتاعته مش مظبوطة أوي. هنا في حالة إن أنا دوست إكس هو هيظبط لي المارجن زي ما أنا كنت رسمه. يوفر عليا شغل اكتر وهيكون ادبت اكتر. هو الطريقتين ينفعوا، بس انا اني طريقة احسن؟ انا افضل الطريقتين عادي. يعني هنا بس الطريقة الاولانية ان احنا ممكن بنظبط اكتر وضبط من تحت بيكون زيادة. يعني الطريقة دي ممكن نستخدمها لو احنا شايلين من الستون قبل الشغل، او محتاج الف واختار الكراون كله والف شوية. طبعا هنا مفيش اناتومي اصلا في الجنبي، برضه نفس الموضوع. نبتدي نظبط الأوكلوزال. هنا حرك السن كله. هنا أي منطقة بتنزل تحت المينيموم سيكنس اللي هو الجزء الأحمر دوت، كده كده السوفت وير بيملاها أوتوماتيك. يعني لو عايز ارجع بدوس باك اندو وابتدي انزل قد ما اقدر بحيث ان الكات ما يبقاش قوي. يعني
ممكن اعملها بالسموس شوية. الأبروكس برضو ممكن نخليه بالسالب، بس انزو كات يعني، بحاول اخليه مسطح شوية ما يبقاش واخد كذا درجة. او في ريدج عالي ممكن نحاول نظبطه، يعني بنحاول نظبط الاناتومي قد ما بنقدر يعني. هنا الكونتاكت المفروض نفتح المنطقة دي شوية، بس ان هو يبقى متماشي مع بعض في خط واحد. تمام، هنا بقى جاهز معايا، دوس نيكست خلاص كده سيف. ده شكل الكروم بيبقى من تحت، دي حدود المارجن اللي احنا رسمناها. وخلونا معلش نشوفها على البرنامج احسن. دي الحدود اللي احنا رسمناها، لو هحتاج اعمل تعديل في الكراون بدوس اكسبرت. تمام، وبعمل ديليت ريستوريشن، دوس له اوكي. محتاج بقى افتح مثلا فري فور، بيفتح لي كل القوائم يعني. الكراون مثلا طلع واسع شوية، ممكن ادخل تاني على الجاب سيكنس ابتدي اقلله. لو في اي مشكلة بقى في الحالة ببتدي اظبطها من اول وجديد. يعني بدخل بس على الحاجة اللي أنا عايز أعملها، وبعد كده بدوس ويزرد خلاص بيسيف. يعني مش برجع كل الخطوات كلها، يعني بدخل على السيتنج المعين اللي أنا محتاج إن أنا أظبطه يعني. تمام، بعد كده بدوس سيف anyway بحيث إن هو يسيف التعديل. تالت طريقة نفس الكراون، رقم 7، انا بحاول اشتغل كل طريقة لوحدها عشان خاطر الناس ما تتلخبطش معايا يعني. بدل ما افتح نفس الكراون وارجع لورا ادوس باك، او ان انا افتح مثلا الكاستات بس،
فانا حبيت ان انا اعملها منفصلين عن بعض عشان خاطر الناس ما تتوهش يعني. يعني خلونا نعمل الحالة دي من غير التريم. طبعا اهم حاجه الانسيرشن، لازم نعمل سيت كرنت فيو عشان خاطر المكنه تعرف تحفر في الاتجاه بتاع الادخال بتاع الكراون. دوس نيكست. دي الطريقة المتبعة في شغل الإمبلانت، بالذات شغل الفول أرش. احنا هنا مختارين الكراون، كراون عادي تمام فول أناتوميك، فبالتالي الكراون يبقى أوبن من تحت بالشكل دوت. انا في حالات الامبلانت بالذات بنبتدي ندوس اكسبرت بعد ما بنرص الكراون في مكانه الصح، بندوس اكسبرت وبنعمل حاجة هي سر من اسرار الاكسكاد، يعني مش ناس كتير او تعرف الطريقة دي، بس هي طريقة سهلة جدا لشغل الامبلانت، بتحافظ على الاناتومي من غير ما يحصل له اي مشكلة. بندوس اول حاجة كليك يمين بعد ما بندخل على الاكسبرت مود، بنختار لايبرري موديل تو بونتك. تمام، لايبرري موديل تو بونتك، بنختارها. واحنا دلوقتي الكراون عادي، هو ده الاختلاف اللي هيحصل. كراون اوبن من تحت عادي، هندوس عليه library models to bontic، هندوس له اوكي. هيبتدي يقفل المكتبة بتاعت الاناتومي، يخليها على اساس ان هي بونتكس، كأنه بالظبط قلبه للواكساب. تمام، احنا في الشغل العادي بيبقى عندنا full anatomic، ده اللي احنا بنبقى شغالين عليه. هندوس ويزرد، نرجع لنفس المراحل عادي خالص، هو ما ضافش اي حاجة. تمام، دوس مثلا نيكس، ابتدي اظبط الوضع بتاعه. كده دوس نيكس، دوس نيكس تاني. هنا لما انا اخترت ان هو يحول لي المكتبة لبونتكس از بونتكس، هيبتدي يجيب لي مرحلة جديدة. المرحلة دي بيعمل ماسك للكاست
اللي احنا بنشتغل عليه دوس له ابلاي، ما بغيرش اي حاجه بالسيتنج، تمام، دوس له ابلاي بظبط بس الانسرشن بتاع الكاست، يبتدي يعمل لي ماسك للكاست كله. اللي هو اللون الازرق vertical واكسب بوتون، تمام، دوس له نيكست. اهم حاجه نحفظ الامتدادات بتاعه الملفات بتظهر عندنا ايه عشان ما نتلخبطش. هنا بدا حول الكراون ل لواكساب، تمام، اناتوميك واكساب. يعني احنا الاول كان عندنا الفول اناتوميك، دلوقتي ضاف ملف جديد ده الفول اناتوميك. خلونا ننزل مع بعض، ده الفول اناتوميك اللي احنا بنشتغل عليه العادي. لما احنا عملناه از بونتكس حول الامتداد بتاع الفول اناتوميك لاناتوميك واكساب، تمام. هنا بدا عمل لي ادوبت من تحت، ساب للكراون كله ان هو اساس ان هو بونتك، وبدا فصل بس فرغ المنطقه بتاعت المارجن وساب للكراون كله زي ما هو، ما حركش فيه اي حاجه. دوس نكست وابتدي اظبط المناطق اللي انا محتاج اشيلها واضيف. ابتدي اشيك على كل الحاجات اللي غلط حصلت بالميراج ديت، هنا هعمل ادابت، هيبتدي يضيف لي ايقونه حاجه جديده، تولز جديد اللي هي بونتك ادابت تو جينجيفا، تمام، نعملها بالماينس ماينس 12 مثلا، دوس ادابت. وابتدي أعمل كل حاجة تاني، طبعا هي هتبان معانا في الحالات البريدج، يعني ممكن ككراون الناس ممكن ما تفهمهاش قوي او ايه استخدامها، بس هي بتستخدم في حالات البريدج والفول ارش الامبلانت، ممكن نستخدمها في الحالات العادية برضو عادي يعني. بس تغيير امتداد وطريقة شغل تانية مختلفة يعني. نوصل نكس، طبعا انا معملتش الاوكلوزال والكلام دوت عشان مضيعش وقتكم، يعني انا مش مهتم بالشكل النهائي للكراون اكتر من تفاصيل طريقة الشغل نفسها. هنا هندوس نكس، هنا قفل معايا الحالة. بس هنا بقى الناتج، خلونا نشوف حاجة، الناتج واكساب كاد استيل، ده الملف النهائي بقى اسمه واكساب، تمام. لو احنا شغالينها بالطريقة العادية اللي احنا اشتغلناها اللي قبليه مثلا او اللي قبليه، الامتداد بتاعه بيبقى كراون كاد اس تي ال، الاثنين نفس الموضوع، المكنه هتقراهم يعني مفهومش اي اختلاف يعني،
بس هو بيغير اسم الامتداد نفسه، هو اللي بيتغير هنا كراون كات اس تي ال، والتاني تحول لواتساب. خلونا نبدأ نشتغل حالة تانية. دي حالة لور امبلانت برضو، تمام. هنا في شولدر، وفي جينجيفا ماسك. الجينجيفا ماسك ديت بتتعمل قبل ما بنصب الامبريشن نفسه، بنعمل جينجيفا ماسك. بتبقى عبارة عن رابر بيتحط بالامبريشن، بعد كده بيتصب عليه الستون، وهنا بيركب الامبلانت بالكاست. بعد كده بتبقى دي جزء منفصل عن الكاست، بتبقى رابر، تمام. فاحنا بالسكانر بنسجلها جينجيفا وبنصورها لوحدها. يعني في الاسكان هيطلب منك تصوير الكاست بالجينجيفا وتصوير الكاست من غير الجينجيفا، بحيث ان هو يطلعها ملف لوحدها. بتبقى بالشكل ده، بتبقى عبارة عن رابر، تمام. خلونا نشوف هنشتغلها ازاي على الاكس كاد ونسجلها ازاي. هنا هنفتح الارشيف بتاع الاكس كاد، تمام. خلونا نسجل حالة بنفس الداتا مثلا بتاعت الدكتور اللي احنا كنا شغالين معاه، شغالين بيها. احنا مسجلينها دكتور منى تقريبا، تمام. التكنيشن دي تي محمد، رقم الحالة مثلا 2. هنا الديتيلز لو محتاجين نكتب اي حاجة. تمام، هو الكراون كان رقم 6 لور. خلونا نركز شوية بقى بالارشيف. هنا هنختار فول اناتوم كراون، احنا مش هنحتاج نعمل شرينك. لو هنحتاج نعمل شرينك هنختار كوبي الماتيريال زيركوني. هنا هنختار سكرو ريتند، لو احنا محتاجين نخرم الكراون من فوق هنختار سكرو ريتند، تمام. لما باجي اختار سكرو ريتند بيفتح معايا التولز ديت بتاعت السكان بودي. هنا في ثلاث اختيارات، اول حاجة سكان بودي بريفورم ان اكسترا سكان، يعني بيبقى مصورين السكان بودي على الكاست لوحده منفصل عن الكاست، يعني بنصور السكان بودي لوحده، تمام. تاني حاجة سكان بودي من سكان، يعني السكان بودي مع الكاست نفسه، تمام. تالت حاجة don't use scan body، احنا مش هنستخدم السكان بودي، فهنختار don't use scan body. ده بالنسبة للنسخة اللي هي الجالوي. النسخ التانية ما اعتقدش ان الاوبشنز ده بيتفتح معاهم، يعني مش فاكر بصراحة. هنا بالنسبة للجينجيفا عندنا نوعين في السيتنج هنختارهم للجينجيفا، تمام. نركز شوية فيها. اول حاجة زي ديزاين فيرتشوال جينجيفا دوت، لو انا هعمل جينجيفا للديزاين بتاع الاسنان، لو انا عندي الاناتومي محتاج ان انا اضيف له جينجيفا هختار هنا هعمل له يس، اوكي. في حاجة هنا ان احنا هنختارها اديشنال سكان، ان احنا هنختار ملف سكان تاني اللي هو الجينجيفا. يعني في فرق بين الاكسترا جينجيفا سكان، ده الجينجيفا سكان اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها اللي هي عبارة عن الماسك الرابر اللي احنا حاطينه تحت الامبلانت. فهنختار اكسترا سكان
تمام، جنجيفا. هنا الاوبشن دوت الجنجيفا في الديزاين، فاحنا هنا هنختار اكسترا جنجيفا سكان هنا في الاديشنال سكان. تمام، هندوس اوكي، نسجل ال adjust recent. ندوس سيف ديزاين. اول حاجة لور جو، تمام. تاني حاجة لور جو برضو لود جنجيفا، عشان احنا اخترنا اكسترا جنجيفا سكان، فهنا هيطلبها مني السكان. لازم نفرق بين الجنجيفا سكان والجنجيفا ديزاين. ده جنجيفا سكان نتصور، فاختارها هينزلها اوتوماتيك. بعد كده ابر جو انتاجونست. بقى عندنا دلوقتي تلات اجزاء، الانتاجونست، الافلا، والجو سكان، والجنجيفا سكان. هي دي فايدتها، ان احنا بنشوف مكان الشولدر بتاع الحالة. تمام، وبنشتغل عادي بقى. يعني خلونا نشوف الاوبشن اللي هيبقى موجود عندنا. نيكس، مش هحتاج ان انا اعمل ادابت الحاجة. هنا هوقف على الشولدر، تمام، فهضطر ان انا ادوس على الديتكت، اسيبها زي ما هي واحط بوينت واحدة. هو اوتوماتيك بيعمل راوند حوالين الشولدر. لو في حتة لتحت ممكن احط بوينت تاني هنا، بيرجع يعمل ادابت عليها. بدخل على الكوريكت برضو، وابتدي ان انا لو محتاج اظبط المارجن اكتر. طبعا بص على المارجن من جميع الجهات، يعني يفضل ان هو يبقى على الشولدر بالظبط. يعني بص له نيكست. هنا بيقول لي عايز مكان السكرو، المكان الفتحة اللي احنا هنعملها بالكراون. بنظبط الانسرشن بتاعها، تبقى بنص الامبلانت. بتقارن طبعا الكاست الموديل الستون، بنشوف مكان الامبلانت فين بالظبط، وبنحاول نحدد مكان الفتحة بالظبط. يعني هو كده كده الفجوة بديت، ده المقياس بتاعها 2.3 ملليمتر. تمام، هو في الغالب احنا مش هنصغرها ولا هنعمل حاجة، هي بتبقى موجودة زي ما هي 2.3. تمام، ممكن نحط سيت فيو. هو كده خد الانسيرشن بتاع الفتح. محتاجة اغير اظبط اكتر. لو محتاج احرك مكانها اصلا، هقف على المنطقة اللي هي باللون الاصفر وابتدي احركها. مش بتتحرك ليه؟ لازم ندوس باك. اوه تمام، حاول اظبط مكانها. ندوس له سيت نيكست. هنا برضو هنحدد السيمنت جاب، كل حاجة برضو. لو محتاج ريتنشن اقل، ببتدي اقلل
وزود سيمنت اللي هو اللون الاخضر، لو محتاج ريتينشن اقوى المنطقه دي كلها هتبقى من غير سيمنت جيب عشان يبقى ضبط على الشولدر بالظبط يعني. ماشي، ندوس نيكست. هنا في مارجن تاني بنرسمه، المنطقه اللي هي تحت الجنجيفا تمام، ممكن ان انا اطلع بيها ستريت فلات كده ويبتدي ياخد رسمة الكراون من فوق. خلونا نجرب نرسمها نشوف الشكل اللي هتطلعه معنا. لو مش عايزين اصلا بندوس نيكست على طول، يعني هي ديتكت، هو عامل ديتكت على نفس المارجن اللي احنا عاملينه، هندوس نيكست هيطلع لي المارجن من تحت عادي خالص تمام. حرف الجي بيظهر الجنجيفا وبيخفيها. بس خلونا نرسم نشوف ايه استخدامها عشان الفكرة توصل معاكو اكتر. يعني هو من تحت الجنجيفا هيطلع ستريت، وبعد كده هيطلع بالشكل الراوند داوت حسب ما احنا رسمينه، يعني هيطلع بشكل اسمها بيسموها اللغة العامية يعني رقبة ازازة او حاجة زي كده، يعني حاجة نفس شكل الازازة، يعني هو من تحت هيبقى ضيق ومن فوق هيطلع على واسع تمام. طبعا احنا بنرجع للدكتور في كل حاجة بنعملها بنشوف هو محتاج ايه بالظبط. في دكاترة بتحب ان هو يبقى طالع من تحت زي فوق كله شكل واحد. هنا كوبي وميرور نيكست. هنا هنستخدم اي مكتبة برضو عادي، نجيب مكتبة شكلها حلو شوية اشورتيا. ممكن نخفي السكرو دوت بالكنترول والسكرول بنص الماوس، او ممكن نشوف القايمة بيبقى لي اسم سكرو شانل ايه قناة السكرو بتاعة المسمار. انسان نعمل انسيرشن، انا اسف برضو. ده الانسيرشن، اهم حاجة الخطوط بتاعت المارجن لاين واضحة. احنا لازم نعمل له فيو سيت كارنت حتى لو الانسيرشن صح. نخفيها من هنا سكرول شانل.
هدخل نكست. هنا جاب لي شكل المارجن، ده الجزء اللي احنا كنا بنتكلم فيه. احنا عندنا 2 مارجن، المارجن الاول اللي احنا رسمينه من تحت طلع بالشكل اللي هو كنت بقول لحضراتكم عليه، اللي هو شكل رقبة الازاز دوت، يعني هيطلع نص اقل سيكنس من تحت، ويبتدي من هنا يرسم الكراون. نعم، نشوف شكل الإخراج بتاعه يبقى كده، أو بوتون أنجل. انا مش بستخدم الحاجات دي كتير بصراحة. هنا الادفانس ممكن نخليه 0، نيكس. ده هيبقى شكل الكراون، يبقى طالع من تحت بالشكل ده من الامبلانت، ومن فوق طالع من اول المارجن اللي احنا رسمناه، بقى يبتدي ياخد شكل الكراون عادي. يعني خلونا نرجع نلغيه نشوف ايه الفرق. نلغيه من الويزرد. نعمل كلير، نسكت اوكي. كده احنا رجعناه يمشي مع المارجن اللي احنا رسمينه من الاول، يعني نيكس. لا، رجع زي ما هو. كلير اوكي. هنا خلاص قطع ال سيمنت جاب. نيكس، خليها 0، قفلها خالص. نيكس، وطلع بالكراون عادي خالص من تحت. نبتدي نظبط الشكل بتاعه، بنشوف الفينش لاين هنا،
وهنا برضو مجاورين مع جنبه. لو وطينا قصب لازم نوطي التاني، مش هينفع واحد عالي وواحد واطي يعني، لازم نبقوا متماشيين مع بعض. كده كده بنرتبط بالقفلة في الآخر، بس بنحاول بقدر الإمكان نطلع تساوي بين القصبات والأناتومي. طبعا كل حالة بتختلف من حالة، يعني كل حالة ليها شغلها، مفيش حاجة ستاندر في الشغل بشكل عام. يعني الكونتاكت هيبقى صعب ان هو يتقفل، لو حسيت ان السن محتاج يتلف شوية ممكن استخدم التولز ديت. هنا نحط الجينجيفا، نشوف بقى كل ده ضغط على الجينجيفا. هنا في الادو ريموف لو دوسنا على الشيفت وكليك شمال بتتقلب البروش، بتتقلب بالعكس وبتبتدي تشيل اقوى. هنوصل لنفس النتيجة. في دكاترة بتبقى حابة ان المنطقة دي تبقى ضغطة من اول الامبلانت من تحت، كل ده يبقى ضابط. القصب ده عالي قوي، تمام. لو دوسنا شيفت واحنا بنعمل بالسموس بيشيل اقوى.
كده مختلف شوية برضو عن المارجن اللي هو اللي احنا كنا هنعمله التاني. هنا بيبقى ضاغط اكتر. الكونتاكت مقبول شوية. هو في اناتومي اكتر من اللي حواليه بكتير يعني، بس انا قلت اغير شكل المكتبة شوية يعني. دوس نيكس. هنا بيسألني على السكرو، ان الشانل اللي هو هيعملها. السيتنج هنا سويتش اول دي هيعمل الامتداد دوت جوه الكراون. فين الكراون؟ حرف الاف. يعني خلونا نعمل الاثنين. اول حاجة نسيبه زي ما هو، ندوس نيكس. هو عمل لي قناة جوه الكراون تمام بالشكل دوت، اللي هي الاثنين مل. لو انا قفلتها قلتها اوف تمام، هو شال المنطقة الشانل اللي هو كان عاملها. ندوس للنكس. هو برضو فتح الكراون، يعني يعتبر ما فيش اختلاف اصلا ايه، بس انا في الغالب بعملها اوف. يعني هو القناة التانية اللي هو بيعملها بتبقى أدق طبعا، بس ساعات بتبقى طالعة عن ال بتبقى أعلى من الأناتومي، فبعملها أوف أحسن يعني. بحس إن هو كده كده هيعمل ريتين، يعني هيعمل سكرو كده كده هيخرم الكراون يعني. ده الشكل النهائي السكرو ريتين. تمام، احنا عرفنا دلوقتي ايه الفرق بين الجينجيفا ديزاين والجينجيفا سكين. تعالوا نشتغل حالة تاني مع بعض، نشوف عندنا ايه. في حالة ان ليه بس، خلونا نشتغل الحالة امبلانت كمان، يعني نشوف الحالات الامبلانت ونخلي ال ليه والفينير اخر حاجة يعني، عشان ما نبقاش غيرنا فنتوه في النص يعني. دي حالة فينير، ده التحضير بتاع الفينير. واهم حاجة في الفينير الفينش لاين، ان هو الدكتور يبقى عمل فينش لاين واضح يعني، دي اكتر حاجة بتغلب في الفينير بصراحة. دي حالة امبلانت برضو بس من غير جينجيفا. تعالوا نشتغلها مع بعض.
نعملها برضو سكرو كوبي. يا رقم كام؟ أوبر سنتر. يعني حالة صعبة شوية، كراون كبير قوي. تعالوا نشتغلها مع بعض نشوف هنقدر نعمل فيها ايه. نعمل هنا نيو، هنبتدي نسجل اسم الدكتور، اسم التكنيشن، رقم الحالة. تمام، يا كراون نعمله مثلا كوبين المرة دي. ناخد الملفات بتاعة الحالة نضيفها هنا في الفولدر سيف ديزاين. هنا نختار سكرو روتينت. هنا بيقول لي سكان بادي، هنقول له نو دونت يوز سكان بادي. مش هنختار اي حاجة للجنجيفا. تمام، سيف ديزاين. لود ابر جو كده، لود لور. تمام، نكس نظبط الانسيرشن بتاع السكرو. نكس نظبط الانسيرشن بتاع الكراون. حركة الكاست كله بالاتنين كليك، يعني ندوس كليك يمين وكليك شمال مع بعض، نفضل ضاغطين عليهم بنحرك الكاست كله. هنا الابطمنت صغير. تمام، احنا ممكن نقلل السيمنت جاب. نبقى نوسع شوية بالفينش احسن، يعني نضمن ان هو طالع فيه ريتينشن اقوى. هنا بيسألني برضو على المارجن بتاع الامبلانت، خلونا نرسمه عشان نشوف ايه الفرق.
نيكس السن دوت. خلونا ناخده الاول كوبي ميرور سوري. طبعا ممكن نغير الالوان زي ما احنا عايزين. طبعا هو الميرور بياخده بكل التفاصيل، بيعكس يعني دي يمين بيخليها شمال، بيعكس كل الزوايا وكل حاجة. هو نفس الكراون بس عكس الزوايا بتاعته والاتجاه بتاعته. طبعا اللاترا ده هو اللي بارز، ده داخل جوه شوية، فمش هنعرف نديله نفس الكيرف دوت. ندوس لو نكس هنا، بيسألني هعمل أي حاجة بالمارجن. ده شكل المارجن، نخلي فلات زيرو. نوصله نكس. ده البروفايل اوتنج بتاع الكراون اللي احنا كنا بنشتغل عليه، اللي هو اللي فات دوت. ده بيبقى شكله، ده المارجن اللي احنا رسمناه. هو بيبقى يعني ثابت، بس ما بنقدرش نعمل له اد ريموف او سموث او اي حاجة يعني. طبعا هنبتدي نعمل كراون بأقل قوة بحيث ان احنا ما نضيعش الاناتومي بتاعه يعني. طبعا الحاجات دي احنا مش اناتومي بالكراون، بنحاول نشيلها ونظبط الكراون من ورا اللينجوال. نحاول نعمل الكراون على قد ما بنقدر، بس نحافظ برضو على التفاصيل بتاعته يعني. بص عليه من كذا زاوية،
مفيش حاجة بالكلوزل تاتش. ممكن نعمل الكلوزل 2 مثلا او 3. الكات كل حالة حسب السبيس بتاعها طبعا، يعني في حالات ما بتقدرش تعمل كات كبير. سؤال المتوسط 3، يعني 3 مقبول يعني. بص على الكونتاكت من هنا، تمام. ممكن نضيف شوية، سوري نشوف ايه اللي بيتضاف. الابروكس دايما الكونتاكت نعمله بالماينس، تمام. دي المناطق التاتش بالكراون. بنشيك عليها وبنرجع نعم تاني. ندوس نيكس. هنا المرحلة بتاعت الشرينج. طبعا في حالات الانتيريور يفضل ان احنا نعمل شرينك عشان خاطر نظبط اللون والترانسلوسنت بتاعها. او ممكن مثلا نعمل ابلاي 4/10 بالشرينك. عمل شرينك للكراون بشكل عام كله 4/10. المنطقة طبعا اللي تحت البروفايل اوتينج دي مش بيجي جنبها خالص، تبقى ثابتة، تمام. او ان احنا بنلغي وبنبتدي نعمل مارك اول. ممكن مثلا نعمله شرينك زي الفينير مثلا، طبعا الحاجات دي اللي بيقررها الفني بتاع البورسلين. مش مشكلة المنطقة اللي تحت دي حتى لو مش حصلها شرينك. تمام. ندوس مثلا السكنس 4 برضو، ندوس ابلاي. طبعا هنا عمل شرينك للبكل بس، بقيت الكراون كله زي ما هو. كل اللي كان باللون الازرق فضل زي ما هو. اللي احنا عملناه بس سيلكتد اللي هو الاصفر هو اللي اتعمل له شرينك. طبعا في مكتبات فيها كات باك اصلا جاهزة ممكن نشتغل بيها دايركت على طول. cut back design. لا تبقى جاهزة اصلا على الكت. كذا شكل ليها. ها
احنا مش هنغير طبعا المكتبة عشان ما نضيعش وقت كتير، مبقاش طولت عليكم. احنا ممكن نبتدي نعمل الكات اصلا مانيوال يعني، طبعا في الاد لو اخترنا البروش الصغير دوسنا اد ريموف ودوسنا شيفت مع كليك شمال بيقلب البروش لزي ابره كده. ممكن احنا نعمله يدوي مانيوال يعني، نبتدي ننعم كل الزوايا، خليش حاجة شرب خالص. ده الفاينل بعد ما تعمل شرينك. هنا الاناتوميك تمام، الاناتوميك اللي هو الابيض والشرينك اللي هو الجزء الاصفر عشان نبقى عارفين احنا عملنا تقلص قد ايه. لو محتاجين نضيف حاجة او نزود حاجة ممكن نبتدي نشتغل كده، لو محتاجين مثلا نرفع ريدج مثلا حاجة بسيطة كده. دي المنطقة اللي اتعملها شرينك، تمام. هما تقريبا كده نفس المستوى. معلش لو بشتغل بسرعة شوية بس لان في حاجات كتير محتاجين نشتغلها على السنجل كراون. انا عايز اخلص السنجل كراون بالمحاضرتين بس، واحد واثنين. هنا الشانل بتاعت السكرو ممكن لو خليناها ودوسنا نيكست هيبتدي يسيب جزء زيادة هنا. هو الجزء ده انا مش حبزه يعني، لان هو كده كده في الحالتين بيدي نفس النتيجة يعني. لو احنا عملنا اوف تمام ودوسنا نيكست بيدي نفس النتيجة، بس التاني كان عامل بوردر حوالين القناة هنا من غير ده. الشكل النهائي للكراون خلونا نشتغل حاجة كمان. ده شكل البروفايل اوتنج اللي احنا عملناه. ندوس نيكس كده خلاص. الامتداد برضو STL عادي، مش هيبقى فيه اي مشكلة. خلونا نعمل نيو نشوف حالة تاني. قلنا الفينير والانلين خليهم كمان شوية. ده اشتغلناه وده اشتغلناه.
دي حالة كراون عادية، انا اشتغلنا كراون عادي كتير يعني، ده معمول له شولدر كويس. احنا كنا في حاجة هنشرحها بالسنجل كراون العادي، تقريبا خلصناه يعني، ده ابر ولور ولا لا؟ لور 6 لور 6 بس اشتغلنا كراونات سنجل الحلقة اللي فاتت. هنا امبلانت، خلونا نركز على الامبلانت اكتر. ممكن نشتغل حاجة بجينجيفا، ده ممكن نشتغله جينجيفا، هو ابر ولور. خلونا نشتغل الحالة دي، نعمل جينجيفا للكراون دوت، ونشوف نعمل هنا 2 يونت بريدج. نبدأ في البريدج ماشي، هنا رقم 4 و5 وتحت رقم 6. خلونا نشتغلها حالة ابر ولور مع بعض. اناتوميك كراون، نقولنا تحت 6 وهنا غلط، المفروض ما يختارش الانتاجونيست هنا بال. لو انا محتاج الاثنين يونت سبريتد سنجل منفصلين، مش هختار الايقونة دي. لو انا محتاج ان هما بريدج هختار الايقونه دي، تمام، هدوس عليها هيبقى لونها اخضر كده، هيحط لي وصله بين الاثنين كراون. تمام، بالنسبه للكراون ال6 ان احنا هنعمل له جينجيفا، ممكن انا اختار ان هو يتعمل له جينجيفا من هنا، ديزاين فيرتشوال جينجيفا، او ممكن ادوس له يس yes. تمام، هو انا مش هعملهم سكرو لان احنا خلاص عملنا السكرو، عرفنا ايه الفكرة بتاعته، هعملهم سيمنت عادي. ممكن ادوس يس هيجيبها لي مرحلة من ضمن المراحل، وممكن نعملها مانيوال. خلونا نعملها مانيوال بحيث ان احنا لو نسينا نختارها من بره، نشوف ازاي نقدر نشتغل جينجيفا من جوه الديزاين نفسه. تمام، سيف ديزاين، المفروض كده بالمحاضرة التانية ديت نكون احنا لمينا كل الشغل اللي مطلوب على السنجل كراون. ان في لسه حالة هنشتغلها كمان سكان بودي، خلونا نبدأ في دي الأول. أبر جو هنا اللور، نكس هنا بمشي حسب ما بيطلب الكراون. يعني هنا طالب المارجن بتاع كراون رقم 15، تمام، هنا ده رقم 15، انا ابتدي ارسم المارجن رقم 15. هنا في الامبلانت يعني مش بلزم قوي بال مارجن بتاع الكراون، يعني مش شرط، مادام خلاص الاباتمنت موجود في بق البيشنت ممكن نقف على لسه عادي يعني، بس بنرجع للدكتور الاول برضو. تمام، هو هنا بيطلب رقم
14 طبعا البوينتس دي المفروض تتشال اصلا بابلز دي دوس نيكس يعني خلونا نشتغل الحالة دي عادي مش اسبونتك احنا شرحنا الاسبونتك تمام هو الاسبونتك بالنسبة للبريدجات عشان خاطر كمان البرينتر لو احنا هنعمل برينتر لو هنتبع الحالة برينت فبالتالي الاسبونتك البرينتر بيقرا الوصلات بتاعه الاسبونتك ما بيقراش الوصله العاديه دي. هنا في حاجه جديده هنشوفها في الانسرشن هنا ده الانسرشن بتاع كراون بس احنا عاملينه بريدج مش سنجل كراون فهعلم على الايقونه بتاعه البريدج تمام هدوس على المربع دوت هيبتدي يظهر لي الانسرشن بتاع البريدج مع بعض هنا ده كل ده اندر كات اصلا المفروض يتشال وهنا برضو في اندر كات هحاول اظبط الانسرشن بقدر الامكان اهم حاجه خطوط المارجن عندي واضحه فانا هبتدي اظبط الانسرشن على الوضع دوت تمام نوصل اوكي لسه في الانسرشن بتاع الكراون سوري احنا يعني ممكن نعمل انسرشن من هنا ده الاتنين كراون خلاص هو خد الانسرشن بدوس على السهم دوت بيبتدي يظهر لي كل الحاجات اللي انا محتاج اعملها انسرشن لو في بريدجات هيظهر لهم لي بريدجات والسنجل هيظهر لي سنجل ده الكراون السنجل مادام لسه مش لونه احمر يبقى لسه ما تعملوش انسرشن سيت كارنت اوكي مادام الاسهم بتاعت الانسرشن دي ده السهم ده اللي هو بتاع الانسرشن مادام لونه اخضر يبقى الانسرشن كده كويس يعني الكراون هينزل كويس مستريح لو لونه احمر يبقى في اندر كات او في حاجه هتكون اوبن مارجن او هتعوق النزول بتاعه هنا في حاجه يعني انا ممكن اظبط السيمنت جاب بشكل عام طبعا البريدج هياخد سيمنت جاب اعلى من السنجل كراون كاتنين يونت ولو اكتر وحسب الاندر كات وحسب الانسرشن بتاعهم بنبتدي نقيم الجاب سيكنس طب انا في الحاله دي لو عندي كذا حاجه يعني مثلا كذا كراون او كذا بريدج محتاج كل طبعا كل واحد السيمنت جاب بتاعه مختلف عن التاني يعني هنا كبريدج مثلا ممكن نخليه 50 اوكي وظبطنا البوردر وكل حاجه فدوس نيكست عادي خالص تمام بعد ما اديت الايه الانسرشن هاجي في اي مرحله ممكن ادوس اكسبيرت واجي على الكراون او الشيء البريدج مثلا او الكراون اللي انا محتاج اظبط الجاب سيكنس بتاعه او ايا يكن بدوس عليه كليك شمال بيبقى لونه ازرق مادام لونه بقى ازرق كده يبقى ده السيتنج اللي اتفتحت تحت دي مختصه بالكراون اللي لونه ازرق تمام يعني لو انا مثلا افتراضا عايز اغير السيمنت جاب بتاع الكراون ده فانا دوست عليه كليك شمال بقى لونه ازرق فتح لي السيتنج تحت البوتوم ده هو السيمنت جاب ابتدي مثلا اقلل للكراون خليه مثلا 30 35 اوكي طب وبالعكس لو انا مثلا عندي اتنين يونت جنب بعض تمام
لو انا هظبط سيتنج لكراون واحد هدوس عليه كليك واحد شمال هيبقى لونه ازرق، هيظهر لي السيتنج بتاعه. طب انا لو عايز اظبط الاتنين مع بعض او كذا واحد مع بعض هدوس كنترول وهدوس على اي سن تاني مثلا اللي انا محتاج اظبط معاه، مثلا هدوس على ده بقى الاتنين لونهم ازرق. تمام، ممكن اظبط لهم المينيمم سيكنس، ممكن اختار لهم مكتبه لوحديهم، اظبط لهم البوتون. احنا عملنا دول 40 او 50 لسه زي ما هم لان احنا ما غيرناش حاجه. اللي اتغير بس هو الكراون السنجل اللي احنا غيرناه بقى 35. تمام، بدوس عادي ويزرد، برجع للمرحله دي نفس المرحله اللي انا كنت واقف عليها، دوس له نيكس. هنا هيبتدي يجيب لي حاجه يعني، مش نخفي القبر. ده داني كراون اللور. تمام، طبعا انا بوصل لابعد نقطه لل مينيمم سيكنس اللي ورا الاحمر ديت. في هنا سيتنج كويس في الاكس كاد، لو انا مثلا اشتغلت حاله هي مثلا مولر 6 او ايا يكن هي ايه، مثلا هي حاله مولر مثلا زي دي بس السبيس بتاعها قليل، فانا اخترت بالارشيف بره ان هي مولر، فبالتالي المكتبه اللي نزلت مكتبه مولر. طب انا لو اكتشفت ان السبيس قليل ومحتاج ان دوت يكون بريمولر افضل، ان هو السبيس دوت لو سبيس صغير عادي خالص، هدوس مثلا كليك يمين وهدوس لود كاستم موديل. احنا هنا اصلا قد دون هنعملها من الاكسبرت احسن، هنقف عندها هيبقى ازرق. تمام، هنعمل لود كاستم موديل. هنا انا لو دوست مثلا رقم 45 يعني هو دلوقتي الاناتومي دوت بتاع المولر، اوكي. طب انا لو دوست على 45 اتحول هينزل لي اناتومي بريمولر. تمام، بس طبعا السبيس كويس، السبيس يشيل مولر كويس يعني مقبول يعني مش كويس قوي يعني. فخلينا نفضل على المولر، هندوس ويزر رجعنا. لو لقينا نفسنا دخلنا في المرحلة اللي هي بتاعت الادبت ندوس باك ونرجع للمنطقة دي بتاعت التوس بليسمنت، ان احنا نصف الاسنان في مكانها. هو انا المفروض كنت اشتغلت الكراون لوحده بالجينجيبا، بس انا عشان ما يبقاش الفيديو طويل قوي بحاول اختصر شوية. هنا دي زيادة اصلا المفروض تتشال، ممكن نشيل ال اللور، نبتدي نشتغل الابر لوحده.
هو السبيس قليل اصلا يعني. تمام، ممكن نظهر بعد كده اللور. طبعا مش ملزمين ان احنا نلاحق ال الاطباق. انا مش عارف، حاسس ان البايت اصلا فيها حاجة غلط، سواء ممكن خالع بقاله فترة. مثلا ظبطنا على كده. هنا الفكرة بقى ان انا لما بعمل اسبونتك بيريح الشغل بصراحة يعني. يعني لو انا مثلا، خلونا نشوف الفكرة. يعني لو انا عندي الاتنين كراون دول مثلا كده في نص الامبلانت، لازم اعمل له اسبونتك. يعني لما يتعمل اس بونتك هيقلبه هولي الاناتومي بونتك، وهيبتدي يسيب الاناتومي زي ما انا رصه بالظبط، وهيبتدي بس يغطي المناطق اللي هي بتاعت الامبلانت. يعني هتبان معانا اكتر في البريدجات، لما نبتدي ندخل في المحاضرات بتاعت البريدجات هبتدي اشتغلها لكم، هتوضح معاكم اكتر يعني. هنا هندوس نيكس. بدأ يعمل ادابت، فالسن اتحرك خالص. لو احنا سايبينه اس بونتك هيسيب الاناتومي زي ما هو. طبعا هنبتدي نشتغل حاجة حاجة يعني، ما نتوش نشتغل كله مع بعض. بالنسبة لللور ممكن نسيبه، لان احنا كده كده هنعمل جنجيفا فيه. طبعا كل الحاجات اللي بقت مكرمشة ديت احاول انعمها، تبتدي اضيف من ورا. هو كده كده انا لو دوست نكست هيقفل المناطق دي، بس ممكن بيقفلها بتبقى مش ناعمة، فالاحسن ان انا اقفلها يدوي. تمام، نحاول بعد كده يعني. وانا بحاول انقي حالات كويسة بصراحة، بس هو الطبيعي ان في الشغل مش حالات مش هتجيلك كويسة يعني، الحالات هتجيلك حالات صعبة يعني، مش حاجات استودي يعني. تمام، بس ان هو بقل قوي. ممكن اقفل القصب يبتدي يحرك الجزء من تحت بس. يعني انا مش ههتم بالاناتومي قوي يعني، احاول اشتغل بسرعة كده. طبعا كل اللي تحت دوت. هنا في الادبت، في الاكلوزل هديني اختيارين،
اضبط اللور واضبط الابر لوحده. تمام. بالنسبه للابروكس لا الاثنين مع بعض. لا مع بعض. فانا هنا ممكن اعمل ادابت اللور لوحده نقفل الكسب لما معايا مجال ادخل خلاص يعني افتح بس المينيمم سيكنس على الاخر ممكن اخليه شفاف بحيث ان انا اشوف انا حدودي فين يعني كل ده سيكنس ممكن معايا تمام حاسس ان هو مقبول شويه ممكن اعمل ادابت للكلوزل خلي مثلا 3 هنا انا مختار لور هو عمل ادابت لللور تمام لو انا حاسس ان الادابت اللي انا عملته دوت شال اناتوم كتير او الكراون اصلا اتشوه بقى شكله غريب وممكن دوس باك احنا واخد يعني لازم ناخد بالنا ان في اناتومي فوق تمام فانا ممكن عادي خالص دوس اندو يرجع كل الكات اللي حصل تبتدي اظبط اكتر شوف الحاجات اللي انا نسيتها او ما خدتش بالي منها نحط الاناتومي على بعض برضو نعلي المينيموم سيكنس طب هنا بقى انا هبتدي اظبط ايه مش هينفع اظبط الاتنين مع بعض مره واحده لازم اظبط يا اما الابر الاول او اللور الاول فانا ممكن اشيل ده خالص اعمل كده وابتدي اظبط الابر قدر الامكان نتأكد بس ان الايقونات نورت بحيث ان هي تبقى شغالة يعني خلي التوتش خفيف قوي عشان ما ضيعش الاناتومي بالكت خلي بينهم سبيس كويس عادي يبقى احلى كده كده هنحط الكونكتور الوصلة هنا في اناتومي تحتي بتاع اللور انا بقى واخد بالي ان انا شغال ابر ولور مع بعض
تمام. دلوقتي ممكن نعمل ادابت الاوكلوزا لللور، نشيل الابر خالص. هنا بيقسمهم لي ابر ارش ولور ارش، نشيل الابر خالص نخليه 3 برضو، نشوف الضبط بتاعه قل شوية، حافظنا على الاناتومي ماشي. منطقة زي دي المفروض تتقفل اكتر. ممكن بقى بارتوس حرك السن نفسه، او ان انا اعمل اد ريموف وابتدي انا اعمل المناطق اللي حصل لها الكات. يعني في ناس بتاخد الكات تدريجيا، يعني مثلا بيعمل كات 3 تمام، بس مش بيعمل 3 دايركت، يعني بيبدأ 1 بعد كده 2 بعد كده 3 حسب ما هو كل واحد بيشتغل. يعني طبعا كل الكلام ده هنظبطه دلوقتي، نشيل بقى اللور خالص ونبتدي نظبط في الابر. طبعا شكل الكسبات والكلام ده كله حسب كل واحد ما بيشتغل وبيحب يطلع شكل الشغل بتاعه عامل ازاي. انا نبص الفينش لاين فين، لا ممكن ندوس انزو ونلوك للكسب بحيث انه يحرك الجزء السفلي بس. طبعا هنا مش حرف الاي مش هيبقى شغال معانا، لان هو مش كاست، والانتاجونست بتاعه ما فيش انتاجونست اصلا، فحرف الاس هيظهر الكاستين ويخفيهم مع بعض. يعني عايزين نظهر اللاينز اكتر، نبتدي نضيف في ناس بتحب تشتغل كل ده مانيوال، يبتدي يرسم الاشكال، بس طبعا كل ده بياخد وقت. يعني ده الاحسن تختار مكتبة حلوة
اه طبعا الجزء ده المفروض الواحد يشيله احسن. هندخل على فري فورم سكان، طبعا نتأكد بس ان ده هو اصلا ايه، اير بابل، يعني حاجة زيادة، مش عشان ما نشيلش حاجة من السن يعني. السبيس كده ظبط. يعني بالقط بيروح الكلام ده، يعني خلونا نفترض ان احنا عملنا الاناتومي احلى حاجة. ده طبعا مش احلى حاجة، يعني ممكن تطلع احلى من كده، بس احنا خلينا نشوف السيتنج اهم. نعم حاجة بسيطة، ان كل الكلام ده هيروح اصلا بال أدبت بروكس. تمام كات، بدأ يعمل أدبت هنا، هنبتدي نرجع للنعم. ممكن نلم الكراون ده شوية، هنا احنا لسه ما عملناش ادبت الاوكلوزال للابر. هنختار هنا الابر، نعمل كات، بدأ ينام. احنا عملناه واحد، عايزين نزود بنزود. مبتدي نعم المناطق اللي هي حصل فيها الكت، ممكن نعم بشكل عام. بس نقلل القوة عشان ما نضيعش الاناتومي. يعني خلونا ننتقل نشوف المراحل أهم من الأناتومي. نبتدي نشوف السيتنج، دوس نيكس. هنا دخلني على مرحلة الوصلات. تمام تحت مش هيحط لي وصلة لان هو سنجل، هنا بدأ يحط لي وصلة تبقى باللون الاصفر ده. بنحركها بكليك شمال، تحرك عادي جميع الاتجاهات.
تمام، عندنا كذا اوبشن. ده شكل الوصلات، ممكن نختار مربع. حسب بقى، في ناس بتحب تفصل بين الأسنان وتقلل الوصلات، وبالنسبة للحالات الطويلة الفول أرش وكده، في ناس بتحب تعمل الوصلات قوية، فبيبتدي يقفل. سواء أحسن حاجة إن احنا نفصل بين الأسنان أصلا. هنا في كذا شكل، دول بنستخدمهم في الأكتر في الأماميات، ممكن نستخدمها هنا برضو، تكون عريضة من تحت ورفيعة لفوق كده. دوس أبلاي، يعني أي شكل بنقف عليه بندوس أبلاي بيبتدي يغير الشكل زي ما هو موجود. طب أنا اشتغلت مثلا بوصلة وحاسس إن هي قليلة شوية، يعني ممكن أزود القطر بتاع الوصلة. دوس أبلاي، ابتدي نزودها شوية، نزودها أكتر. دوس أبلاي، بقت واصلة لتحت. ابلاي، نسحبها لتحت. في سيتنج تاني ممكن ندخل عليه. في اول حاجة هنا، خلينا هنا الهاي والويت. هنا ممكن ادوس ابلاي، هنا انا اعمل له الهاي مثلا 4، دوس ابلاي بدأ يزود الطول بتاعها. نزود تاني لو محتاج، ابلاي. تمام، هنا العرض ابلاي. طبعا ما فيش ارقام ثابته، يعني ما واحد يقول لك مثلا البريدج او الاتنين يونت دول اعملهم كام وكام، ما فيش حاجه ثابته. انت بتشتغل وبتشوف بعينيك وبتقرر ده محتاج يتزود ولا لأ. تمام، في سيتنج تاني برضو ممكن ندخل على كلمة فري، بيبتدي يحول لي الوصلة للبوينت. ابتدي بقى البوينت الأزرق والبوينت الأخضر والبوينت الأزرق دوت أو تركواز. تمام، ابتدي اظبطهم زي ما انا عايز. وانا هنا بيبقى كاتب لك الديتيلز كلها. ابتدي بقى عايز افصلها اكتر. هو انا يعني مش بشتغل في الحاجات دي كتير، لان انا في طريقة تانية هنشوفها مع بعض بتوفر بقى الكلام ده كله، بس احنا بنظبط بقدر الامكان يعني عشان ما نبقاش شغالين فيها كتير. مثلا ظبطت الوصلة تمام، بدوس له نيكس. خلاص كده الامتداد حصل وخلص فاينل ديزاين. طيب البريدج دوت لما بيجي يدخل للبرينتر، احنا في البرينتر في حالات البرينتر بنزود السيمنت جاب، يعني احنا نخلي بالنا بين السيمنت جاب للزيركون حاجة تمام، وللبي ام ام اي الميلينج اللي على المكنة حاجة بيبقى اعلى، والبرينتر برضو بيبقى اعلى، لان الماتيريال ديت بتختلف، فبتختلف السيمنت جاب بتاعها. فاحنا بنوسع اكتر في البرينتر، والبي ام ام اي بتاع الميلينج. احنا البريدج ده لو دخل على البرينتر بالشكل ده 3D برينت، مش هيقرا الوصلة، يعني هيطلع الوصلة بس هيطلعها ناقصة، لان هو مش هيقرا الوصلة، ممكن يطلعها يعني ملف تاني، يقرا دول ملف ويقرا الوصلة ملف تاني. فايه الحل؟ الحل ان احنا بندخل على كلمة فري فورم، شكل القلم دوت فري فورم، بعلم عليها. انا خلصت البريدج خلاص تمام، خلصت كل حاجة فيه ماشي، طلع معايا الميرجد بارتس دوت، وعندي الفول اناتوميك ده اللي هو احنا كنا شغالين بيه. الميرجد ده اللي هو الفاينل النهائي. طب انا دوست على فري فورم،
دوست نيكست. هيبتدي يعمل ايه بقى؟ هيبتدي يحول لي الوصلة وال الاناتومي كلهم قطعة واحدة. احنا السنجل كده كده مش ما عملش فيه حاجة يعني، تمام. بدأ يحولهم لي قطعة واحدة. ممكن اعمل اد وريموف وسموث عادي. ابتدي بقى ايه اظبط، محتاج حاجة اعمل سموث اكتر، اختار بروش الصغير، افصل بين الاسنان اكتر. ده طبعا الشغل دوت بيظبط اكتر في الحالات اللي هي الطويلة اللي في القرش وكده. ابتدي بقى عايز ارسم الاسنان اصلا من الاول، ابتدي اظبط كل الحاجات اللي انا ما كنتش عارف اظبطها. ممكن بالمرحلة دي ابتدي اظبطها اكتر، تمام. وبنزود برضو، بنعمل سموس ليها. بس هنا بقى في حاجة برضو حصلت. يعني احنا دلوقتي عندنا الوصلة مثلا نضيف، خليها تعدي الكاست. احنا الامتداد دلوقتي اتغير، ما بقاش فول اناتومي، هيبقى يعتبر ان هو واكساب برضو. هنا البرينتر بيقرا البريدج دوت قطعة واحدة وبيطبع كويس، يعني مبقاش فيه اي مشاكل، تمام. هنا لما بدخل على الادبت اعتبر ان ده فري فورم البريدج زيه زي البونتك، فاداني اوبشن هنا جديد. يعني هو خلاص مش هيديني الادبت بتاع الاكلوزل، ومش هيديني الادبت بتاع الابروكس. هنا اداني ادبت جديد اللي هو ادابتو جينجيفا. ممكن نعملها بماينس مثلا 6 ماينس 6 وبعمل ادابت. هنا الابروكس الكونتاكت تمام بيعتبره برضو ان هو جينجيفا، يعني ده بيعتبر ان كل ده واكساب وبقيت الكاست كله جينجيفا. فدوس له مثلا ادابت، بدأ هو يعمل ادابت في جميع الجهات حوالين الكاست. ماينس 6 0.6، وارجع تاني اعمل سموث تنعيم للمناطق اللي انا محتاج انعمها، تمام. دي كانت حاجة برضو بتشرحها لكم. في حاجة تاني ممكن نعملها واحنا هندوس نيكس. خلونا نقفل الحلقة. هو هيحول الامتداد بتاعها اللي اس ال ام بريدج كاد اس ال ام، ده الامتداد. يعني احنا كده كان عندنا الكاد اس ال ده الكراون العادي، البريدج لما تحول للفري فورم اتغير الامتداد بتاعه بقى اس ال ام، زي الامتداد لما اتغير لما عملنا اس بونتك بقى واكساب. فهندوس له يس بقى قطعة واحدة، تمام. طيب انا عايز اشتغل جينجيفا، بس انا لو اشتغلتها هنا الناس هتتوه معايا. فانا هفتح نفس الحالة، او خلونا نبص على الحالات اللي معانا. ده سكان بودي، ده احنا قلنا اللي هو اللور، صح. ده خلينا نشيله خالص عشان ما نتلخبطش. ماشي، خليه ابر سنترال اشتغلناه. ناقص الفينير والانلي، اشتغلنا الامبلانت جينجيفا، ناقص الجينجيفا ديزاين. فانا هعمل ايه؟ انا دلوقتي انا هاخد الفايل بتاع الحالة اللي احنا كنا شغالين فيها الابر واللور دي، هاخد اللور
طيب خلونا ناخد ال الأبر الاتنين يونت، تمام طيب ناخدهم ونشتغلهم أز بونتك، وكمان نعمل لهم جينجيفا. نفتح هنا نعمل نيو وهنبتدي نسجل الحالة. هنا رقم 8 موجود؟ لا 8 احنا كنا شغالين 4 و5. خليهم فول اناتومي. احنا لا من غير بقى، احنا هنشتغل كاست واحد. هنا هنعمل كلير. اوكي هنا هختار بقى، ما ادانيش اي اوبشنز تاني، اداني الديجيتال. ده الديجيتال امبريشن دوت اللي بيبقى موجود من الاورال سكان، تمام. وهنا وان ستون موديل عشان خاطر ما فيش انتاجونست. هدوس سيف، بعد كده هدوس هنا سيف ديزاين. احنا هنا المفروض ان انا اختار الجينجيفا في الديزاين، هدوس له يس عشان خاطر يجيبها لي مرحله من وسط المراحل، بس انا مش هختارها من هنا عشان خاطر اوريكم ان هي بتتجاب من جوه ازاي، من وسط احنا شغالين. لو احنا نسينا مثلا نختارها من بره، طب انا اجيبها من السيتنج ازاي؟ تمام. احنا هنا ان شاء الله يعني بعد ما الحلقه دي تجهز هحاول احط لكم الملفات اللي احنا اشتغلناها دي كلها، هتكون في اول كومنت، بحيث الناس لو عايزة تتدرب على الحالات ديت تكون متاحة معاها. تمام هحملها لكم ان شاء الله باول كومنت بعد ما الفيديو يترفع. ما تنسوش بس اللايك وسبسكرايب للقناة والشير للفيديو عشان يوصل لناس اكتر. هنحمل هنا ابر جو لود ابر، هم نزل بالمشقلب اللي هو الجزء الاحمر ده غلط، نعكسه يبقى كده. تمام هدوس له نيكست. خلونا نمسح البابل دي، مضايقاني بصراحة. كل الحاجات دي بقى المفروض تبقى متجهزة بالستون قبل الشغل. هنا برضو همشي مع المتطلبات بتاعت السوفت وير. هو هنا بيطلب 15، يبقى انا هرسم له 15. دوس له نيكست. اهم حاجه ما نتلخبطش بالمارجن عشان الحاله كلها تبوظ يعني. فاحنا نمشي نبص على الرقم ونتاكد، هو بيظهر لي الرقم هنا اللي انا برسمه، متاكد منه. دوس له نيكس. الانسيرشن اول حاجة هندوس هنا على البريدج، يونيك بريدج لان هو بريدج. الاندر كات كتير، ممكن ناخد بقى سكرين شوت للدكتور. هنا السكرين شوت من
من الاكسوكاد بندوس على كلمة تولز بيفتح معايا شكل السكرين شوت، هدوس عليها اوكي كليك شمال، هيبتدي يفتح لي هو اوتوماتيك الفولدر بتاع الحالة، دوس له سيف، لو عايز ارقمها او غير اسم الصورة ماشي اوكي. هنا بفتح الارشيف بلاقيها نزلت عندي بالارشيف هنا بالفولدر بتاع الحلقة. طبعا بناخد الصور وبنبتدي نبعتها للدكتور. تمام، هو الفكرة ان السكرين شوت بيبقى اوضح من الموبايل، ان ساعات الموبايل مش بيظبط لو احنا بنصور على ال، خلونا نقفل الحالة دي. تمام، عملت set current view، خلاص هو خد الانسيرشن دوت، باخد الانسيرشن وابتدي الدكتور يبتدي يبرد من المناطق اللي هي لونها احمر. او انا لو معايا انا الامبلانت، لان الدكتور ساعات بيبعت الامبلانت نفسه لللاب فبيبتدي يبرد منه الزوايا اللي هي فيها مشكلة اندر كات. طبعا ممكن نبرد ونرجع بعد كده نصور من اول وجديد ونبدأ الحلقة من الاول يعني. تمام، set current view اوكي. السيمنت جاب نخليه ايا يكن بقى 50 مثلا 60، ده بريدج هيبقى اوسع غير الكراون وحسب الماتيريال اللي احنا هنستخدمها. تمام، هنا نزل لي الاتنين يونت، خلونا نشتغلهم بسرعة كده عشان نشوف بس الفكرة بتاعت الجينجيفا. ماشي، هدوس نيكست، عمل ادابت. طبعا لو اخترته اسبونتك هيبقى كويس اكتر يعني، يعني خلونا مش هنشتغل كتير في الحالة. تمام، خلونا نعدل المراحل. نيكست، هنا دق جت الوصلة. تمام، زي ما اتفقنا ممكن نكبر الحجم بتاعها، دوس له ابلاي، اغير الشكل بتاعها، ابتدي بقى اشوف انهي حاجات تناسب الحالة اللي انا شغال فيها. يعني كل حالة وليها شكل معين. الوصلة كده كده انا مش ههتم بيها في الحالة دي لان انا هعمل لها جنجيفا. طب انا خلصت الحالة، فين الجنجيفا؟ ما ظهرش معايا الاوبشن بتاع الجنجيفا. انا خلصت الحالة، دوس اكسبرت. تمام، الوصلة هنا لازم احطها لان هي بتظبط الانسيرشن. طيب في حالة ان انا عايز اعمل جنجيفا، الاكسوكاد ساعات مش بيقبل يعني الوصلات، فهبتدي ادلت الوصلة اصلا في حالات الجنجيفا. لو انا هرسم جنجيفا تمام، هبتدي اعمل ايه؟ دوس كليك يمين وخلاص دخلت على الاكسبرت مود، دوس كليك يمين واعمل فيرتوال واكساب بوتن. تمام، شكل الاسهم دي، هو هيعمل لي ماسك على الحالة. هنا بقى بيبتدي يسألني ديزاين فيرتشوال جينجيفا. تمام، لا ديزاين جينجيفا بوتون، في اندر كات، دوس له ابلاي.
عمل لي ماسك للحالة ديزاين جينجيفا بوتوم. لو عايز اظبط الانسيرشن بحرك القص كده بحيث ان انا اقلل الاندر كات. الاندر كات اللي هو يبقى لونه روز شوية دوت، يعني كل ما هغير كل ما الاندر كات هيبان. بظبط الانسيرشن عشان اقل اندر كات، بعمل له سيت ده للكاست كله ملوش علاقة بالبريدج، اقول له ابديت مثلا. تمام بقى جاهز، دوس له اوكي. هبتدي ادوس كليك يمين برضو وابتدي اختار جينجيفا بيز ديزاين. يس، هنا هيبتدي يقول لي ارسم المارجن بتاع الجينجيفا. طبعا انت حتى يعني لو المارجن معاكو مثلا ما طلعش دقيق قوي ما تقلقوش، يعني هو يعني اهم حاجة بس يبقى مغطي نسبة زيادة. وغير كده احنا في المراحل الجاية يعني الخطوات اللي جاية هنشوف ازاي ان انا اقدر اهندل الدنيا كلها حتى لو عامل حاجة غلط بالمارجن. وبيديني اوبشن ان انا اقدر اظبط كل حاجة. ظبطت مثلا المارجن سلو ابلاي، دوس اوكي. هو كده بدأ يحط لي الجينجيفا. تمام، هنا الجينجيفا بقى هتعوض مكان الوصلات. انا هدوس كليك يمين، كليك يمين ايوه، وهدخل على فري فورم جينجيفا ديزاين. معلش انا عارف ان الموضوع كبير شوية بس هو مع الوقت والممارسة خلاص الناس هتحفظ كل حاجة فين وهتحفظ كل حاجة بتاعت ايه. يعني هو الموضوع محتاج ممارسة اكتر وتركيز شوية. تمام، احنا دلوقتي هندخل على هو يعني المفروض نحفظ القايمة دي كلها بتاعت ايه. تمام، مش يعني في حاجات مش هنستخدمها مش لازم نحفظها او نعرف هي بتاعت ايه، بس الحاجات اللي احنا هنستخدمها فري فورم جينجيفا ديزاين ندوس عليها هيفتح لي فري فورم للجينجيفا نفسه. الاسهم ديت الالوان دي ممكن نقفيها. تمام، وابتدي ان انا احرك. عندي اختيارين او ثلاث اختيارات. اول حاجة الموف، ان انا عندي هنا سمول ريجون ابتدي اخد بوينت واحركها. تمام، او ان انا اعمل هاج دي تبقى تاخد اريا اكبر ابتدي احركها ادخلها بين الاسنان. تمام، او ان انا اعمل اد ريموف عادي خالص برضو هو يعتبر اكني شغال مثلا في كراون. هنا لما باجي اعمل اد ريموف او سموث مش بينزل عن المناطق اللي انا عامل لها المارجن، بس هنا احسن حاجة ان احنا نعمل سموث هنا عشان خاطر تبقى ثابتة. يعني هو انا مش هعمل سموث ناحية المارجن
مثلا انا عملت كده لقيت ان السبيس ده كبير بين التو يونت عادي خالص. ابتدي ارفع هنا شوية بس كده، ادوس له اوكي وارجع تاني ادخل مثلا على فري فورم وابتدي اظبط الاتنين يونت اكتر. يعني كل ما انت شغال كل ما هتكتشف مثلا حاجة غلط نسيتها، حاجة مفروض كنت عملتها، بس في اوبشن معاك ان انت تبتدي تظبط كل حاجة. يعني بدل متاح معانا خلاص، يعني ممكن اعمل مثلا اد لو محتاج افصل بين الاسنان اكتر خليها كده مثلا عادي. الريتش لو محتاج اقلل الانحدار بتاع الكاسبوت دوس له اوكي. هنا بقى عند الجينجيفا والاناتوميك تمام، هدوس له بقى ويزرد دلوقتي هيبتدي يعمل ادابت. خلاص كده عمل ادابت على الجينجيفا والاناتو. طب انا في حاجات مش عجباني، يعني انا في حاجات لا طلعت شكلها مش حلو محتاج يتظبط اكتر، ما عرفتش اظبط من المارجن والجينجيفا وما طلعش الشكل اللي انا متخيله. طب اعمل ايه؟ هدوس على برضو فري فورم وادوس له نيكست تمام. برضو نفس الموضوع حولهولي كله لقطعة واكس، ابتدي برضو اشتغل واظبط اكتر. طب احنا ليه حطينا الوصلة لو احنا اصلا مش هنستخدمها وهنعمل لها ريموف بعد كده؟ الوصلة محطوطة عشان خاطر ناخد الانسيرشن بتاع البريدج، لان من غير الوصلة اللي احنا اخترناها هيجيبهم لي ان هما كراونات سنجل، فانا لازم اختار ان هو بريدج وابتدي بعد كده اعمل ريموف للوصلات. لان ساعات السوفت وير لما باجي اعمل نيكست عشان يطبق الجينجيفا مع الاناتومي بيرضاش، يعني بيعمل ايرور فاهم. ممكن اعمل الكاست شفاف وابتدي اضيف من تحت بحيث ان انا ابقى متاكد ان في ادابت على اللسه تحت. طبعا ان شاء الله لما نشتغل حالات اكتر، هو كده كده انا بضيف هو كله قطعة واحدة بس هو برضو محافظ على المارجن، يعني مش هقدر لو ضفت جوه مش هيعمل حاجة، لو عملت سموس من جوه مش هيعمل حاجة ما تخافش. لو عملت هنا سموس مثلا لأي حاجة هو حدود المارجن خلاص ثابتة، دي ثوابت مع السوفت وير مش هيحرك فيها اي حاجة. يعني بص هنا حدود المارجن مرسومة ثوابت ما تقلقش، هنا بس هيبتدي اي حاجة بعد المارجن، يعني جزء كل الجزء اللي هو فيه السيمنت جاب دوت مش هيتحرك اصلا. احنا نبتدي نتأكد ان خلاص كده اضبط كل حاجة. هعمل هنا اضبط تو جينجيفا، طبعا هيشيل لي برضو الايه الكونتاكت هيعتبره ان هو، يعني خلونا نزود هنا نشوف الفكرة. واحنا زودنا هنا ايه الكونتاكت وزودنا من تحت، يبقى احنا هنعمل ادابت مثلا ماينس 6 نعمل ادابت. هو ساب الكونتاكت زي ما هو، وممكن عشان بال مثلا 0 ادابت، لا هو الكونتاكت هو بيقرا بس الجزء اللي تحت. ممكن لو عاملينه اسبونتك الموضوع بيختلف، انا بشتغل بكذا طريقة اهي. فخلينا نعمل ادابت هنا، بدأ يشيل كل الزيادات اللي تحت
هبتدي نعمل باك ده الادابت، محتاج ان انا اضيف حاجة، اعمل سموث حاجة، كل ده متاح معي خلاص. بقى هو زيه بقى زي قطعة الواكس او زي البورسلين مثلا، بضيف واعمل سموث زي ما انا عايز. هبتدي احرك، محتاج اطول الاريا دي شوية اكتر، ممكن بالتولز ان انا احركها او بالاد وريموف، وابتدي ارسم برضو. هو اهم حاجة انت تبقى عارف الناتج النهائي المفروض يبقى عامل ازاي، بحيث ان انت تبقى فاهم انت اصلا بتشتغل بتعمل ايه، رايح فين، جاي منين. فعشان كده بنقول لازم نقعد في شغل البورسلين شوية. الناس فاكرة ان موضوع الديزاين ده حاجة سهلة، يعني اللي هو لا انا هقعد على الديزاين هعمل ديزاين بسهولة. لا، الديزاين مش سهل، وانت لازم يبقى فيه داتا اصلا موجودة بمخك عشان تنفذها. هو السوفت وير مش بيعمل كل حاجة، ما فيش موضوع اللي هو اللي انت تدخل وتدوس نيكست والسوفت وير بيطبق كل حاجة، لا ما فيش الكلام ده. هو السوفت وير بينفذ اللي انت عايزه، هو اسهل شوية اسرع، بس انت لازم يكون عندك داتا اصلا لشكل الاسنان، الرسومات، الشكل النهائي. فلازم نقعد نشتغل بورسلين شوية، نبتدي نقعد في المكان بتاع الفنانين بتاع البورسلين، نتعلم منهم ده الشكل النهائي هيبقى ازاي، الزوايا ازاي، كل حاجة ازاي. معلش انا اسف بقى لو الديزاين طلع مش حلو اصلا، بس انتوا عارفين يعني كده كده مهتم بالشرح اكتر من الشغل العملي. هبتدي برضو ايه اظبط كل حاجة، بص من كذا زاوية. وارجع تاني انام. وارجع اعمل اضاب تاني. تمام، دي الفكرة بتاعت الجينجر. يا رب الناس تكون فهمتها ومتهتش مني شوية، يعني ان شاء الله لما نشتغل حالات تاني البريدج، يعني حالات البريدج هنحاول نشتغل اكتر من حالة الجينجيفا. يعني محتاج مثلا اعمل اللاين بتاع السن عشان ما يبانش الاسنان كبيرة اوي كده، جزأها، هندوس شيفت والاد ريموف، هيبتدي نعنق ونرسم بقى الرسم بتاع الاناتومي. عن كده كده بيبقى فيه فينش بعد ما الحالة بتطلع من من الديزاين، بس احنا بنحاول نوفر بقدر الامكان الشغل. بنحاول ان احنا الافضل ما يكونش فيه اضافة ماتيريال. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ابتدي ان انا اعمل حاجة زيادة شوية، ولما تطلع اعملها بالموتور احسن من ان انا اضطر اخلي الفن بتاع البورسلين مضطر ان هو يضيف. يعني انا كونتك هنا زيادة هيتشال منه بالموتور اسهل ما يكون في كونتاك ناقص اصلا. فلو الكونتاك ناقص هيضطر ان هو يحط ماتيريال ويبتدي يدخل على فرن البورسلين اكتر من مرة. يعني لو كده هيبتدي يضيف ماتيريال ويبدأ يدخل على الفرن وتحط له جليز وستين. فاحنا بنحاول نخلي الحالة ما تدخلش الفرن كتير يعني عشان نحافظ عليها. فدي كانت حالة كده بتاعت جينجيفا وبريدج تين يونت. مبدئيا كده بنمهد لمرحلة البريدجات. هنا بريدج سليم كاد، اوكي يس. طب انا دلوقتي مثلا
عملت نيكست. برضو في حاجة اقول لك عليها معلومة برضو، وعايز افتح الحالة اعمل لها تعديل. فتحت معايا، اختار اخر ملف، اخر التسييف. هنا بقى بيبقى في مشكلة. ايه هي؟ ان انا بحاول بقدر الامكان ان انا اعمل ديزاين صح قبل ما اعمل ميرج بين الجينجيفا والاناتومي. ليه؟ لان انا لو دوست اكسبرت هضطر ان انا اعمل ايه، هعمل ديليت مودريشن بارت، تمام، عشان ارجع افتح ال سيتنج كله. لو دوست ديليت هيدلت لي الفاينل ده ويرجعني خطوة لورا، وهرجع عيد كل الشغل اللي انا عملته ده. فانا بحاول قبل المرحلة الاخيرة اكون مفنش الحالة اصلا، يعني تدخل على الدمج بين الجينجيفا والكراون الاناتوميك تبقى كويس، مش محتاجة شغل كتير. طب في حاجة، انا هنا وانا بعمل ديليت لازم اشوف ايه الاجزاء اللي انا هدلتها اصلا. هو ميرجد بارتس، تمام، وبيديك كل حاجة بقى، كل حاجة موجودة هنا. شوف انا اللي هدلته، انا محتاج ان انا افك الحالة، هدوس اوكي هيبتدي يرجعني لورا. دي نقطة. طب انا مش عايز اعمل تعديل بسيط، يعني مش هرجع اغير في السيمنت جاب، ومش هغير في اي حاجة. انا عايز اعمل تعديل بسيط، مثلا ازود حاجة او انقص شوية من الكظم. في حاجة تاني ممكن نعملها بدل ما نرجع للخطوة دي؟ احنا برضو هنحمل نفس الحالة عادي خالص، اخر امتداد، اخر حاجة سايبناها، ماشي. وهاجي هنا بقى هدوس ايه، هدوس على اكسبيرت، تمام، وهدوس كليك يمين. هنا انا دلت. لو انا عايز ارجع للحالة بقى، اظبط الانسيرشن، اظبط جاب سيكنس، اظبط مارجن، اظبط حاجة، فبالتالي هيرجعني خطوة لورا، تمام. بس انا لو دوست هنا فري فورم فهيرجعني لاخر مرحلة بالظبط انا كنت شغال فيها، اللي هي دي. ناخد بالنا كويس قوي من الموضوع دوت، تمام. شوف بقى، عايز اوطي كظم، عايز اعلي، تمام، ادوس له اوكي. هيقول لي سيف، اقول له يس. طب انا لو فتحت الحاله مثلا، دوس ويزرد نيكست سيف انوي، كده الحاله سيفت. طب انا لو كنت فتحت الحاله زي كده ولقيت نفسي ان انا لا، انا مش عايز اوصل للمرحله دي، انا عايز ارجع للمرحله اللي انا كنت فيها، اللي هي اخر حاجه لما كان كله اصفر مع بعض. طب انا غلطت وفتحت عملت ديليت هنا، طب اعمل ايه؟ هدوس اكس كلوز واقول له دونت سيف. دونت سيف دي يعني هو مش هيسجل اخر حاجه دي اللي انا لسه فاتحها دلوقتي، انما الحاله هتفضل زي ما هي متسيبه على اخر حاجه عملتها، تمام. كده هنشتغل ايه تاني؟ هنشتغل ان شاء الله دلوقتي السكان بودي، تمام، وبعد السكان بودي بقى نبتدي نشتغل الحالات اللي هي الحالة فينير وحالة انلي. وكده نكون خلصنا ان شاء الله كل الشغل بتاع السنجل كراون. تعالوا بينا نشوف هنشتغل ازاي حالة سكان بودي. هنا معانا حالة لاترال، تمام، ده السكان بودي. خلونا نشتغلها. مثلا نسجل اسم جديد، دكتور هالة مثلا،
اكسبت هنا رقم واحد تكنيشن مثلا وليد لاترال فول اناتوميك زيركل ماتيريال ايا يكن. هنا بقى الحالات بتاعة السكان بودي دايما بتكون سكروتنت، تمام؟ هنا الاختيار اللي هنختاره في نوع السكان بودي، هنا السكان بودي لو انا بصوره سبريت منفصل عن الكاست بصوره بالكاست ومن غير الكاست بختار اول اختيار with scan body in place، تمام. لو انا مصوره نفس الـ الشكل دوت هو قطعة واحدة ثابت بالكاست يبقى انا هختار تاني اختيار اللي هو use the scan body but don't scan it spread، مش مصوره منفصل. ندوس اوكي. سيف. نحط الملفات. سيف ساين. هنحمل الابر. لو انا عندي السكان بودي سيبرت مصوره لوحده هيبقى في فايل تاني هنا اللي هو الفايل بتاع السكان بودي، بس احنا دلوقتي السكان بودي على الكاست نفسه، تمام. هنحمل اللور، بس الفكرة ان احنا هناخد نبذة عن السكان بودي يعني، تمام. واهم حاجة ان احنا نختار نوع الامبلانت صح. طبعا نرجع للدكتور في كل حاجة، في كل التفاصيل بتاعة الامبلانت والاختيارات بتاعتها، الطول والنوع وكل حاجة يعني. كل الاوبشنز اللي احنا هنعملها هنكون واخدينها من الدكتور ومن شركة الامبلانت. طبعا احنا بنحاول ان احنا ما نشيلش كتير من الكاست، بحيث ان ممكن يكون في تفاصيل الدكتور محتاجها. هنحتاج ان احنا نعمل برينت مثلا للكاست. يعني ان شاء الله المحاضرة الجاية ممكن يعني نراجع شوية، نشتغل مثلا كام كراون سينجل تاني ممكن عادي. اوكي، او اي حاجة مثلا، حد حابب نشتغل حاجة معينة في السينجل او عايز يسأل عن حاجة يكتب لي تعليق بس بالكومنت على اليوتيوب، او يتواصل معايا على الواتساب مثلا، كده كده رقمي بيبقى موجود في الفيديوز. ممكن بنشتغل الماتش، يعني نشوف ان احنا نعمل ماتش ازاي على البايت، وكمان ممكن نشوف ازاي ان احنا نجهز الكاست البرنت، يعني نجهز كاست كراون سينجل مثلا البرنت السي دي برنت. احنا دلوقتي الاختيارات كلها والامبلانت والانالوج والكلام ده كله بيكون موجود، كل مكتبة كل شركة زراعة ليها مكتبة معينة،
بيكون فيها تفاصيل كتير. طبعا كل ده احنا بناخده من الدكتور، تمام. بنحط الاباتمنت، هو بيعمل ماتش، لا ادق بوينت هو بيوصل لها. نيكست بيبتدي يقطع السكان بودي وبيحط مكانه الانالوج. كده كده مش بنعمل انسيرشن ولا بنعمل جاب سيكنس ولا بنعمل مارجن. مش هنرتبط بالسكان بودي لان هو اتشال خلاص، احنا هنرتبط بال بالابارتمنت، تمام. في الغالب الشغل بتاع السكان بودي بيكون تراي ان يعني برينتر، بحيث ان احنا نتأكد من كل حاجة. ده شكل الابارتمنت، تمام. الامبلانت نبتدي بقى نشتغل عادي اكنه كراون عادي خالص. الفتحة اللي بتحصل للسكرو عادي ان هي تطلع بالبكل، هو مش محبذ ان هي تكون بالبكل طبعا. بس ساعات بنبقى مجبرين يعني، تمام. زيرو هنا بنرفع المينيموم سيكنس، بنشوف المينيموم سيكنس بتاعنا قد ايه المتاح ان احنا نوصل له. البايت ممكن تكون مختلفة شوية لان هو بيبقى فيه السكان بودي في بق البيشنت، فبيبقى عامل خلل شوية في البايت. ممكن الدكتور بياخد لنا بايت قبل ما يركب السكان بودي، او في الحالات اللي هي الفول ارش بتكون البايت اصلا مش موجود للبيشنت بايت، فبيركب التركيبة عشان خاطر نعمل له بايت. طبعا كل حاجة بنعملها يعني بيكون حسب ما الدكتور عايز، تمام. يعني مفيش قواعد ثابتة، كل حالة ليها طريقة شغل معينة، في أساسيات أو بنمشي عليها. ممكن نضيف بقى جنجفة تحت نقفل المنطقة ديت هنا برضو، او في الغالب بيبقى برينتر يعني لحد ما بنثبت الاباتمنت ونشوف التركيبة هتبقى شكلها عامل ازاي في الاخر يعني. دوس نيكس نيكس او نيكست، بيكون كراون عادي خالص. ده الشكل النهائي بتاعه. بس الهول مش بيفضل ان هي تبقى بره، بس مجبرين يعني. ده الفاينل، ده شكل ال
الاباطمنت والانالوج. بس تمام، خلونا نشتغل كمان الحالة الفينير. والحالة الانلي نبدأ في الانلي المفروض نقفل ده. هو ابر هيكس تمام. صح، احنا كنا ممكن نشتغل اوفست، ممكن الكراون المولر ده نشتغله اوفست. تمام. هنا ال انلي اونلي، هنا اوفست برضو، وفي هنا الفينير نشتغل انلي اونلي ماتيريال زيركون. وفي الغالب بيفضل ان هو يكون بريس، يعني بنشتغل واكس او برينتر. الزيركون يعني بيكون في صعوبة في اللزق شوية. كل الموضوع ده اختلف. برجو اللور دي حالة بتاعت الديمو بتاع الاكس كات اصلا. نيكس واهم حاجة في الفينير والانلي والانلي او في الشغل بشكل عام، يعني المارجن. لو حدود المارجن واضحة معايا هعرف اطلع الحالة صح. يعني مارجن والبايت التحضير مديني سكنس كويس، اقدر اعمل اناتومي حلو. احاول اشوف المارجن بقدر الامكان، يعني ولو بيبقى شولدر بيبقى احلى واوضح واسهل في الشغل. يعني
دي تقريبا الحدود بتاعته. دوس نيكس هو زيه زي الكراون يعني، مش في اي اختلاف يعني، بس اهم حاجة نظبط الانسيرشن. هنا جايب الانسيرشن دايركت، هو الانسيرشن كده مفهوش اندر كات اي حاجة، بس هنا الجزء اللي هو الشفاف دوت ده هيكون فيه اندر كات بالكونتاكت. واعدل الكراون سيت كرنت فيو نيكس. هو هنا يعني خلونا نبص كده بصة سريعة، اللي اونلي فينير المينيمم سيكنس 6 برضو. في ناس بتعمل واكس 5 مثلا 6، هو لو احنا هنعمل بريس يعني يفضل ان هو يكون 6 مثلا او 5، ان كده كده هيبقى فيه فينش وفي في يعني، بحيث ان انا لو حبيت ان انا اشيل من الكراون ما يبقاش بالظبط على الحدود يعني. حاول نقلل السيمنت اكتر وزيرو البوردر. نكس احنا هنشتغله عادي، لو في حاجة مش مظبوط قوي ممكن نعمله as bontic. بنرص الكراون عادي خالص كده، بندوس نيكس يبتدي هو يقص كل الزيادات وبيقف على حدود المارجن اللي احنا رسمناها له. ده بيكون الشكل بتاع الانلي والاونلي. نبتدي برضو نظبط كل الزوايا وكل الزيادات. اختيارنا للتولز ديت حسب الاستخدام يعني. يعني الريدج هنا بيشيل المفروض الريدج اللي هو ريدج اريا صغيرة بيبتدي يتحرك فيها. برضو ممكن ادي بروش خفيف كده
ده الشكل بتاعه. نعمل ادابت برضو للكلوزل. ابتدي انا نعم واقفل برضو الكونتاكت وبشتغله زي كراون عادي خالص يعني. لو في منطقة حاسس ان هي المفروض كان اطلع بالمارجن ودوس برضو اكسبرت، بدخل على كل القوايم بتاعت الكراون وبعمل مارجن لاين وابتدي مثلا اظبط المنطقة اللي انا شايف ان هي كانت ناقصة. وده مش محبذ يعني، لان ممكن الكراون يبوظ مننا، بس ساعات الواحد بيبقى مضطر يعني، بيبقى عمل حاجة واكتشف بعد كده بعد الشغل والأدبت ان هو لأ ناقصه، فيبتدي يظبطها تاني يعني. كويس ما بص قوي يعني زرت. اعمل اضبط تاني. لو محتاج بقى اعنق في الاناتومي اكتر تمام. خلونا نشتغل حالة الفينير وبنرجع نعمل كراون السنجل، نعمله اوفست كوبي نشوف ايه فكرة الاوفست كوبي كمان. نيكست. نيو. ناخد الملفات بتاعت الحالة. هنختار هنا فينير. تمام. اوكي برضو هنختار الهيلسي. بس هو الفينير برضو المينيم سيكنس بتاعه اقل شوية، ده 4. المفروض ان الناتج النهائي بتاعه يكون 3 او 0.3. ونفس فكرة الانلي والكراون يعني، مفيش اي اختلاف يعني.
upper lower. لا احنا حطينا ال upper وال lower بتاع ال مش انا اسف دول بتوع ال inlay. برضو أهم حاجة إن الشولدر يبقى واضح بحيث إن أنا أبقى واقف على الحدود بتاعته بالظبط. يعني هو مشكلة الانلي والاونلي والفينير بيبقى صعب شوية ان احنا نظبطهم بالبورسلين، يعني غير الكراون يعني بيبقى شغلهم اصعب شوية. دوس نيكس هنا الانسيرشن نيكس السيمنت جاب اقل طبعا. يعني بتبقى عملية تعود، يعني نشوف هنطبع ايه اصلا، يعني نعمله ال واكس ولا هنعمله بي ام ام ايه. طبعا هنا السن صغير شوية، ممكن نغير المكتبة أصلا أو نعمل ميرور. يعني قريبة شوية ولو كان ميرور كان هيبقى احلى. يعني هون في دايس تيمة هنا مش هنقدر نعمل لها حاجة. بس عمل ادبت قطع كل الزيادات، وقف على حدود المارجن اللي احنا عاملينه. وهنا بقى مش بيبقى فيه شغل كتير في ال في الفينير،
بعد ما بيطلع برضو ممكن نعمله شرينك ونفرغ انه سن امامي. ده هيكون الشكل النهائي بتاعه، ده اطول نقصره شوية، ويعني لو اطول حاجة بسيطة ميلي 2 ميلي مع مع البرد بتاع الموتور والفينيش هيظبط اكتر يعني. بس بنحاول بقى نظبط الاناتومي على قد ما بنقدر يعني. نيكس بس ده الشكل النهائي لي. خلونا نشتغل الاوفست كوبي، نعمل نيو، سنترال، ناخد مثلا الكراون دوت أربعة لور سكس. لو احنا اخترنا اوفست كوبي فاهم، هو الأوفست كوبينج ده بيستخدم أكتر للميتال، مش هنحتاج حتى الأنتاجونيست أوي يعني. المينيموم سيكنس بتاعه 6، ممكن نخليه 5 كمان لو هو ميتال أو 4، بس هو يفضل 5 يعني. بعد ال بعد حقن الميتال ممكن نبتدي نفنش فيه أكتر يعني. اللور الأبر نيكس سيكتب نيكس طبعا التحضير هنا راوندد، فهنحتاج ان احنا نعمل ريتينشن اقوى يعني وصغير كمان اليونت، وممكن نقلل السيمنت جاب شوية. الانسرشن اهم حاجة، بس هو ده فكرة الأوفست كوبي يعني. في ناس كتير بتشتغل كده، وبعد كده بقى بيبتدي مثلا لو محتاج
ان هو يرفع القصب او حاجه يبتدي يشتغل يدوي. هو بيلف الكراون بس، يعني السيكنس اللي احنا حاطينه مثلا 6 من 10 او حاجه. وانا بفضل شغل الفول اناتومي وبعد كده شرينك، ده هو يعني يعتبر ادق حاجه. يعني في ناس بتشتغل بالواكس اللي هو الحالات اللي هي ما فيهاش اصلا سبيس، فبيعمل اوفست كوبي، يعني بتدوس نكست بيبقى جاهز خلاص، ما فيهوش اي شغل. يعني اسف ان انا طولت عليكم، بس يعني انا كان نفسي بصراحه الم السنجل كراون بمحاضرتين، بحس يبقى سهل للناس ان هي ترجع لهم، ما تتوهش في فيديوهات كتير. ان شاء الله الحلقه الجايه هنشتغل البرينتر والحاجات اللي ناقصه في السنجل كراون، يعني احاول اشوف شويه ايه اللي ناقص زي الماتشنج مثلا والبايت والكلام دوت. وعلى خير ان شاء الله. بس اهم حاجة ما تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة والدعم بقى بشير لو امكن، يعني نشير الفيديو عشان يوصل لناس كتير. انا بحاول اشير الفيديوز في الجروبات كتير بتاعت اسنان على الفيسبوك او حاجة، وفي جروبز كتير بترفض مش عارف ايه السبب، بس مش مشكلة يعني. بس في جروبز كتير برضو بتقبل بصراحة يعني. فإن شاء الله خير، ونشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.